طيب يا بنات، من ضمن الأسئلة عندي الإشارة، أحط على الـ N أو أحط على الـ B؟ يا بنت الناس أنتي مبتدئة، لا تحطين أبداً لا على الـ N ولا على الباركينج. أنتي يا حين يا الله يا الله يا الله يدوبها تحركين السيارة، شلون بعد تحطينها على الـ N وعلى الـ B وتفتح الإشارة وضربوا الكرنات ورا وتعشقين يعني قروشة. بالعربي ما يصلح، نصيحة مني، حطي رجلك على الفرامل اوكي وهي على الدي، عشان لما تفتح الاشاره ما تربشين لما يضربون لك بوري، تصير سهله انك ترفعين رجلك على عن الفرامل وتحرك السياره، بعدين تعطينها دعسه بنزين خفيفه وتطلعين. لما تحطين على الان وتفتح الاشاره، اللي ورا راح تتاخرين عليه، اللي ورا راح يضرب لك بواري. فايش اللي يحصل في البنات؟ انها تروح بدل ما تحط على الان تحط على الريوس اوكي، فتدعس بنزين من الربشه فزطنج اللي هي صاقعه فيه. ايضا مره ثانيه حطيتي على الان اوكي، احتماليه تكون الشارع في ارتفاع خفيف، فتبدا السياره تدحدر على اللي ورا، ما تدرين اوكي، ما تدرين اللي انت صاقعه فيها. نصيحه مني يا بنات، خليك على الدي ورجلك على الفرامل مع الممارسة، ولما تكونين محترفة ذيك الساعة حطي على الإن يا بنت الناس، حطي على البي اللي تبغينه، وسلامتكم.